طبعا في الوقت التي تواجه فيه الرعاية الصحية في المملكة بعض التحديات الغير مسبوقة طبعا بسبب جائحة كورونا كما تعلمون، إلا أن هناك يعني تقدم كبير ولله الحمد وملحوظ في تقديم الرعاية الصحية للمرضى على كافة الأصعدة في كل مناطق المملكة. طبعا نتحدث اليوم عن القريات، وأنا أتواجد في مستشفى القريات العام. سجلت صحة القريات ولله الحمد إنجازات نوعية في أقسامها بمستشفى القريات العام، وآخرها كان بالأمس العملية النوعية التي أجراها الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين، وتعتبر عملية نوعية ناجحة بفضل الله، وهي يعني لطفلة مولودة ليس لطفل كما ذكرتي أختي سارة. يسعدني أن أستضيف معي الدكتور نواف البلوي ونتحدث أكثر ونأخذ تفاصيل أكثر. يا هلا دكتور، حياك الله وصباح الخير وصباح الإنجاز، بكم نفخر يعني الأطباء السعوديين ما شاء الله تبارك الله عليكم. يعني عملية نوعية وفيها أيضا إنقاذ روح، يعني إذا حدثتنا بس عن تفاصيلها دكتور. حقيقة أول شيء شكر لك أستاذ نايف. العملية كانت لطفل يبلغ من العمر 4 أيام، تلقينا اتصال من عناية المواليد كاستشارة عاجلة. الطفل يعاني من متلازمة بير روبن سيندروم. الحالات هذه يكون عندهم صغر بالفك ورجوع بالفك اللي يأثر على مجرى النفس. فقام فريق العناية المواليد بإنقاذ الحياة وتركيب التنفس الصناعي. فأخذنا المريض إلى العمليات لإرجاع اللسان، صار عنده بلع في اللسان. فرجعنا اللسان في العمليات وخيطناه مع الشفة السفلية بطريقة مرنة، يعني بحيث أنها ما تأثر على نمو الفك وبزوغ الأسنان. والحمد لله المريض الآن في قسم العناية، وتم فك التنفس الصناعي والآن على التنفس الطبيعي. والحمد لله نشكر فريق عناية المواليد، نشكر فريق التخدير، ما قصروا والحمد لله. دكتور هي مولودة ولا مولود؟ مولودة تبلغ من العمر 4 أيام. دكتور في يعني حالات هذه طبعا اكيد صعوبه التعامل معها، يعني لو ما كان في تدخل سريع منكم وبفضل الله طبعا ايش راح يكون يعني بالحالات هذه؟ وكل شيء بعد الله، لكن هي الحاله اخذت كانقاذ حياه، لازم ارجاع اللسان، صار عندها بلع في اللسان. فعشان كذا احنا رجعنا اللسان وخيطناه بالشفه بطريقه جدا مرنه اللي ما تاثر على بزوغ الاسنان. فالامور زينه ان شاء الله، والان تعدت مرحله الخطر والمريضة تتنفس تنفس طبيعي الآن والحمد لله. الحمد لله، الله يعطيكم العافية ويجركم يا رب إن شاء الله. مناسب هذا أستاذ نايف، معنا الاستشاري الدكتور لطيف اللي هو رئيس قسم الجراحة الوجه والفكين من قامات الشمال اللي احنا نعتمد على الله ثم عليه، يعني في الشمال كامل. جميل، أنا استأذنكم. أنا معليش سارة عبد الله، اسمحوا لي استضيف هذا، وأيضا يعني إضافة إلى قصة النجاح قصة وفاء من صديق لصديقة. يتكلم طبعا عربي ولا انجليزي؟ انجليزي. شكل دكتور نوافي بيورطني معاه، افرض اني ما اعرف اتكلم انجليزي. هو هاو دو يو دو دكتور؟ ثانك يو فيري ماتش براذر، ايم فاين اند جود. فيرست اوف اول اي وود لايك تو سي بيج ثانكس تو the custodian of the two holy mosques, King Salman and the Crown Prince Mohammed bin Salman, because of their vision and their idea, the hospital has developed too much in the past few years. And special thanks to the Ministry of Health, the Ministry of Health, because of his vision, I feel like there's a big difference now before, because I am working here now 9 years. So there is a big difference before and now. The hospital has become a big achievement, and there are many, many new development here. And we are doing these surgeries now better than before. So thank you very much for all of you and Kingdom of Saudi Arabia. And I feel like I am part of the Saudi Arabia, not from Pakistan. I feel like I am part of the Saudis, and I'm happy to be here. Thank you. Thank you, Dr. Thank you. طبعاً عبد الله سارة، الدكتور لطيف يشكر المملكة العربية السعودية ويشكر خادم الحرمين الشريفين ويشكر أيضا وزارة الصحة. يقول أنا صار لي 9 سنوات في المملكة، شهد نقلات نوعية في الطب ما شاء الله والعمليات في مستشفى القريات العام، وأصبح يضاهي يعني المراكز الحديثة. والحمد لله يعني خطط المملكة كأنه يعني يتحدث عن ما يجول في خاطرنا. خطط المملكة منذ تأسيسها في عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، خطوات عملاقة طبعا في مجال تأسيس وتطوير نظام رعاية صحية شاملة للمواطن والمقيم، جعل الرعاية الصحية المقدمة في المملكة مثلا يحتذى به، و
إنجاز نفخر به. يعني هذا ما لدينا من القريات، وإن شاء الله أن يعني وصلنا القصة الجميلة لإنقاذ حياة. يعطيك العافية نايف الفندي، شكرا جزيلا لك. يعطيك العافية نايف.